خلال الفترة كمان اللي فاتت، ويمكن احنا هنا في مساد يمسيك اتكلمنا كتير على القصة دي، المصانع اللي بيتم يعني حملات تفتيش عليها فيلاقوا في غش كتير في منتجات الخاصة بالأغذية والمشروبات، وبدأت الناس شوية تبتدي تبقى قلقانة. طب هي الحاجات دي اللي هي بتتقلد بشكل كبير جدا، أعرف ازاي إذا كان ده الحقيقي ولا المضروب؟ في شاي بقى، في قهوة، في ألبان، في لحوم، في دجاج، في أي سلعة أيا كانت سلعة غذائية، إزاي الناس تقدر تفرق ما بين ده أو ده، إيه الصح وإيه الغلط، إيه الحقيقي وإيه اللي مضروب؟ الحقيقة أن وزارة التموين في كل اتصال كل أسبوع بنتواصل معاهم بيأكدوا لنا أنه كل الجهات المسؤولة عن مراقبة المنتجات بالأسواق بتعمل حملات تقريبا بشكل دوري بشكل يومي علشان تتأكد أنه الأشياء أو المنتجات اللي بتطرح للمواطنين في الأسواق هي سليمة صحيا بشكل كبير. معانا على الهواء مباشرة مهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين. باشمهندس أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك زمان، وأهلا بمشاهدينك وجميع المودين عند حضرتك، وكل سنة ومصر دايما بأمن واستقرار وخير إن شاء الله. طيب، يمكن حضرتك سمعت وانا بقول الجزء الخاص بفكره ان الناس عندها تساؤلات كتير قوي على بعض الاغذيه او المنتجات الغذائيه، ايه اللي صح وايه اللي مش صح. الناس بتسمع كل شويه ضبط، مش عارفه مصنع لتقليد النسكافيه، لا الشاي، لا يعني كلها منتجات غذائيه، فالناس ازاي تطمن في اللي معروض في الاسواق دلوقتي؟ هو نطمن الناس اولا، ما تلاقوش ان في حملات رقابيه من جميع الجهات الرقابيه، والجهات الرقابيه في مصر شغاله على قدم وساق، من وزاره التموين، وزاره الصحه، الرقابه الصناعيه، التجاره والصناعه، مباحث التموين، الطب البيطري، كلنا في سياق واحد وشغالين على قدم وساق لمنع تداول اي سلعه مغشوشه. مش معنى السلعه مغشوشه ان هي تكون غير صالحه للاستهلاك الادمي، ممكن تكون صالحه بس فيها غش، وممكن تكون مغشوشه وغير صالحه للاستهلاك الادمي. ولكن انا اوجه رساله لكل المواطنين المصريين، اي سلعه معروضه للمواطن المصري لازم تكون طبقا للمواصفات القياسيه وذات جوده عاليه، وطبقا للمواصفات القياسيه وعليه تكون صالحه للاستهلاك الادمي، ولن نسمح بتداول اي سلعه غير صالحه للاستهلاك الادمي او غير مطابقه للمواصفات. ويمكن زي ما حضرتك ذكرتي ان جميع الحملات شغاله وبيتم ضبط اعداد كبيره جدا في السوق، ولكن برضو لا ننكر ان عندنا مصانع وشركات ذات قيمة وقامة بتنتج بآلية كبيرة جدا جدا، وسلعها كلها مطابقة المواصفات. وأي سلعة، عشان أعرف حضرتك برضه، أي سلعة في مصر لها مواصفة قياسية ولها رقم، والمواصفة القياسية دي بتاخد جهد كبير جدا من أساتذة الجامعات والمصانع والجهات الرقابية ومعامل الصحة، ومثلا نقول رقابة التجارة والصناعة والتموين والصحة، كل هذه الجهات بتشترك في وضع المعايير للمواصفات التصديقيه اللي تكون ملزمه ليكون هناك انتاج للسلع الغذائيه طبق المواصفات القياسيه المصريه. ايه اكتر المنتجات او السلع، وكمان ده من خلال الحملات اللي بتقوم بيها وزاره التموين، اللي ممكن تكون بتتقلد؟ يعني اكيد في حاجات صعبه قوي قوي انها تتقلد، فالناس تطمن انه ده لو موجود في السوق اكيد ده مش مغشوش او متقلد، وفي سلع تانية سهل تتقلد. في الغش، انت عارفه ان لازم نقول الغش موجود، وده موجود من ايام الرسول وهيستمر، ولكن تقنينه والحد منه دي ظاهره جيده جدا. ممكن احنا الحمد لله في مصر بنحد كبير، حد كبير جدا، انما اي سلعه النهارده يعني في غش وفي تقليد، في تغليد، في طبعا قوانين وقرارات بتربط هذه العمليه، في قوانين وقرارات موجوده بتربط سواء التقليد سواء الغش. لان انواع الغش هقول لحضرتك انواع الغش ايه. نمره واحد، ان الغش في تاريخ الانتاج والصلاحيه، ان هو يعدل في تاريخ الانتاج والصلاحيه. نمره اتنين، يطلع من ضمن المكونات اللي داخله في هذه الماده نسب اقل من النسب المطلوبه، زي نسبه البروتين في اللحوم، نسبه الدهن، كل ده موجوده. النمره الثلاثه، ان هو ممكن يدخل سلع غير مطلوبه ما تكونش موجوده في أنا بسلع طبعا اقل جوده واكون رضيع. نمره اربعه، الغش برضه لو طرق العرض والتخزين والتداول ما تمتش بالطريقه الصحيحه يؤدي الى فساد السلع. في مشكله في صوت يا كريم؟ طيب، انا بشكر المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجاره الداخليه بوزاره التموين. في بس مشكله في الصوت من المصدر، وهو كان بيطمننا على فكره انه الحملات الخاصه بوزاره التموين مستمره، وزي ما قلنا قبل كده انه في رقم وخط ساخن خاص بالوزاره لاي حد بيشك في اي منتج او بيشك في المكان اللي بيبيع بعض المنتجات بينزلوا على طول بحملات للضبط والتفتيش تبع لوزاره التموين.